النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة أرسله الله للعالمين. تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، هل تستطيع إسرائيل أن تضع حداً لإيران نووية؟ تفجير كابول نكسة للنساء الأفغانيات أم حرب على الشيعة؟ تذكروا سقوط أفغانستان، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مرة أخرى ذكرى المولد النبوي الشريف، وتعالوا نستفيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أنفسنا كيف نصبح على خط محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا يقول هو صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، أن رسول الله على خلق عظيم، ويجب أن نصبح مثل رسول الله على الأقل، أو نمضي على خطه، أن نكون على خلق محمد، نتلمس أخلاقه ونمضي على هذا الطريق في الأدب والأخلاق وبناء مجتمع هدفه إتمام مكارم الأخلاق. لكن الله سبحانه وتعالى عن بعثة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وتأثيرها على العالم يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلاحظ في الكثير من الآيات القرآنية تركيز على هذه الصفة. أولا في بسم الله، يعني أنت في كل سورة من سور القرآن الكريم عندك بسم الله الرحمن الرحيم، حتى في سورة براءة التوبة التي نزلت بدون هذه البسملة عوضها الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، قالت: يا أيها الملأ إني، أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم بداية السورة، وقالت: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تركيز واضح على الرحمن الرحيم، على الرحمة الرحمانية والرحمة. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول طبعا رحمة للعالمين يعني للحيوان والجماد، للإنسان والجماد، للكل، للعالمين، لم يحدد فقط لفئة معينة، لقوم أو للأحياء، للأحياء وحتى الأموات، وهذا الأمر معروف. ولو أنهم إذ جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، حتى بعد وفاته تذهب إلى زيارة رسول الله وتستغفر وتتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يصفه ربه فيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في آل عمران. فالرحمة صفة لازمة لمحمد صلى الله عليه وآله، وسمته التي يعرف بها والتي يجب أن نكتسبها، نتعامل مع الآخرين بهذه الرحمة.
لماذا نحن نقسو على إخواننا ونقسو على أحبائنا ونقسو على أهل ديننا وحتى على بني البشر؟ لأن الرسول رحمة للعالمين. من هذا الواقع يأتي الإمام علي عليه السلام ويقول لمالك في عهده لمالك الأشتر: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وأيضا يقول له: كن بالمؤمنين رحيما. في عهده إلى مالك الأشتر النخعي قال له: وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. شوف 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 التعابير الجميلة حتى في الصلاة عندما تصلي في الناس إماما. يقول: وقد سألت رسول الله، الإمام علي عليه السلام، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلي بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما. الرضا هو رضا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يخبرك بأنك لن تستطيع أن تحصل على رضا الله إذا لم تتبع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في التوبة أيضا نقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، مو بالمؤمنين علاس وقتال وتهديد ووعيد وفحوش. لا لا، هذا ليس نهج رسول الله. وبعدين نزعم بأننا لا نعطي لرسول الله حقه، أو لا نعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقه، كما نعطي أهل البيت حقهم في موضوع الاحتفال بذكراهم. نحن الآن نعيش ذكرى رسول الله، والأمر يحتاج إلى التطبيقات العملية، مو لقلقة لسان، مو أنا أجي أنتقد إخواني وأقول أنتم لا تولون اهتماماً لرسول الله وتولون اهتماماً للحسين مثلاً عليه السلام في زيارة الأربعين. وأنتوا شفتوا الحمد لله من فضل الله علينا وعليكم في زيارة الأربعين، العراقيون جسدوا أخلاق رسول الله، وخصوصا هذا الجانب، جانب الرحمة، في استقبالهم للزائرين الذين يأتون من خارج العراق بشكل خاص، والبقية طبعا لكن من الخارج بشكل خاص. هذه الرحمة التي جاء بها رسول الله تجسدت عندنا في العراق. الله سبحانه وتعالى عن نفسه أيضا يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من هذا الباب يأتي رسول الله ويوصي الإمام علي عليه السلام، ويأتي الإمام علي عليه السلام ليتبع نهج رسول الله، ويوصي مالك بهذه الوصية: كن بالمؤمنين رحيما، صلي بصلاة أضعفهم. هسه هذا من الباب الأخلاقي، من باب فقط الأخلاق. والأخلاق هي طبعا عندما تبني الإنسان، تبني إنسانا سويا، ما تبني إنسان يؤمن بالعنف، يؤمن بالإرهاب، كما فعل الكثيرون من الذين فسروا أو حرفوا الأحاديث المتعلقة برحمة رسول الله وجانبه الأخلاقي والرحماني، حرفوه وأخذوا يشيعون مثلا هذا الحديث المزور أو المزيف: أو جئتكم بالذبح، أن الرسول جاء بالذبح. وتشكلت هذه المنظمات الإرهابية كما لاحظتم في الفترة الأخيرة، التي تفسر الأمور بطريقة تعسفية وبطريقة غير مشروعة. طبعا هنا نحن أيضا نحتاج، لكي نستفيد من هذه الذكرى الشريفة، نحتاج إلى أن نشذب التراث الذي وصلنا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الروايات التي تقرؤونها في كتب الحديث هي مزيفة موضوعة أو حرفت أو دس فيها ما يظهر رسول الله ويظهر هذا الدين بأنه دين داعشي، دين الإرهاب. ولا هذا الرسول الذي الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعدين ما اجينا في سلوكه العملي لم نجد على الإطلاق ما يتعارض مع هذه الصفة في السلوك العملي. يجون يقولوا لك لا، هذا الرسول جاء بالذبح وإحنا إذن يجب أن نمضي على هذه السنة، وأنشأوا هذه التنظيمات الإرهابية. إذن خلاصة الكلام أحبائي، علينا أولا أن نقوم بتشذيب التراث ونطهر تراثنا من كل ما يسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونسد بذلك الذرائع التي يتذرع بها أعداء الإسلام عندما يسيئون للنبي ويسيئون للإسلام. والثاني أن نظهر على الأرض في معاملاتنا في البيت، في المجتمع، في الأسرة، خارج البيت، أننا على نهج رسول الله، وخصوصا في موضوع الرحمة. ابقوا معنا. إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت، هل تستطيع إسرائيل، هذا الكيان الغاصب، أن تضع حدا لما يسمونها بإيران نووية؟ في الحقيقة هو موضوعان ربما يكونان مختلفين قليلا في العنوان، لأنه المنشأ مختلف. يعني تتبادل الرسائل، هذا موضوع آخر، موضوع خاص. هناك رسائل يبعثها الأمريكان إلى الجمهورية الإسلامية عن طريق وسطاء، ومنهم طبعا وزير الخارجية القطري الذي التقى بوزير الخارجية الإيراني السيد أمير حسين عبد اللهيان وأبلغه. وقبل ذلك أيضا جاءت بعض الرسائل من وسطاء آخرين، ربما من عمان وحتى من سويسرا ومن بعض الدول الأخرى التي يهمها جدا في الوقت الحاضر أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي، وأيضا أن تلتزم أو ترجع إيران إلى التزاماتها السابقة فيما يتعلق بهذا الاتفاق النووي. هذا الموضوع الآن يبحث بشكل منفصل، يعني حتى المسؤولين الإيرانيين من يصرحون يتحدثون عن الاتفاق النووي. في نفس الوقت أقول، ليش أقول أن المنشأ مختلف؟ لاحظت مقالا في صحيفة جيرالوزم بوست، ويعني حقيقة هذا المقال لفت انتباهي، مو لأنه صحيفة إسرائيلية كتبته تحت عنوان هل تستطيع إسرائيل أن تضع حدا لإيران نووية، لا مع كل الأسف كتبه كاتب عربي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الكاتب العربي محلل سياسي إماراتي، وهكذا عرفته الصحيفة طبعا، مرشح سابق للمجلس الوطني الاتحادي. هو طبعا يعني واحد مرشح سابق، شنو يعني، مفت شيء، بس الصحيفة تريد أن تعطي انطباعا بأن مثل هذا المقال هو قريب، أو مثل هذا الكاتب قريب من وجهة النظر الرسمية. ليش؟ لأنه يريدون يضخون الحياة بما سمي باتفاقية إبراهام أو إبراهيم للتطبيع بين الكيان الصهيوني وبين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمت هذه أو أبرمت في 2020 في عهد ترامب. كان يمني نفسه ترامب في أن يعني تجدد له الولاية الثانية. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحتى أراد، يعني هكذا قال لهم الجولان، يعني افعلوا بها ما تشاءون في موضوع الجولان السوري، يعني وضع أعطاهم خيار
أن يضم ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، وقام بالكثير من الممارسات. أطلق صفقة القرن على سبيل المثال التي تعنينا في العراق، لأنه كانت هذه الصفقة تقوم أساسا على إنشاء إقليم سني أو إقليم عربي في المناطق السنية، ويتم توطين الفلسطينيين في هذا الإقليم لإنهاء قضية اللاجئين، إنهاءها قسم بالأردن، قسم في مصر، والقسم الأعظم في العراق. وطبعا هذا للتذكير، حتى بما أننا نعيش هذه الأيام أجواء ما يسمى بمظاهرات تشرين ل 2019. واحدة أيضا من أهم الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك ضد رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي هو أنه رفض الانضمام إلى صفقة القرن علنا، قالها الرجل. حتى عقدت في تلك الفترة كما أذكر وتذكرون ورشة في البحرين تمهد للحديث عن صفقة القرن، ورفض الذهاب السيد عادل عبد المهدي أبدا، قال نحن موضوعنا مختلف، نحن لسنا مع التطبيع ولا نوافق على أبدا على مثل هذه المشاريع. فأقول يعني طبعا هو كان يريد أن يجددوا له، بس لعنة قاسم سليماني، لعنة أبو مهدي المهندس، شفتوا ايش سوت بي؟ خلت شذر مذر، لحد الآن هو يحاكم. ترامب الذي قام باغتيال القائدين الشهيدين اللذين كان لهما دور كبير في محاربة داعش باعترافه هو، عندما كان يقول إيران حاربت داعش في سوريا. عندما تحارب إيران داعش في سوريا، طبعا باعتراف أوباما أيضا إيران حاربت داعش في العراق، وشكر أوباما، شكر رئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي السيد حيدر العبادي، وشكر عن طريقه إيران التي قاتلت داعش وحاربت داعش. المهم هذا المقال اليوم لفت انتباهي أنا، يعني أقصد اليوم اللي أنا أسجل فيه هذه الحلقة. هل تستطيع إسرائيل أن تضع حدا لإيران نووية؟ هو من تجي تبحث تفاصيله، لا أستطيع أن أقول فعلا أنه يحرض الكيان الصهيوني على القيام بضربة عسكرية لإيران لمنعها من أن تصل إلى عتبة التسلح النووي، لا أقول ذلك. لكن ما لفت انتباهي هو اهتمامه بالجانب العلمي أو القدرة العلمية التي تمتلكها إيران. يعني يقول نعم، إيران لديها قدرة الآن علمية على أن تصبح دولة نووية عسكرية. طبعا هذا الأمر فيه تحريض، هم الكيان الصهيوني لا يحتاج أن يأتي واحد يقولهم إيران تمتلك القدرة العلمية لإنتاج سلاح نووي، لا، هم يعرفون ويتابعون. والإيرانيين الآن في الفترة الأخيرة بدأوا يعلنون، هذا مو سر، بس هذا يبعث إشارات إلى الكيان الصهيوني، يعني أنتوا وإحنا عدونا واحد. وهذه الكارثة، يعني شلون دولة عربية أو عرب مسلمون يعتبرون الكيان الصهيوني اللقيط الذي قام على الاغتصاب والجرائم حليفا لهم، ويعتبرون إيران عدوة لهم؟ لا أريد أن أتحدث بلغة طائفية، لكن هذا الواقع إخواني أحبائي. في 2014 نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك قال كلاما واضح تمام، قال لدينا تحالف مع دول عربية سنية معتدلة. ماكو، يعني صوت وصورة. وبوقتها ولا دولة عربية سنية
نفت مثل هذا التصريح. من تجي وتشوف احنا نتحدث عن التسنن الأموي، أذكركم دائما بهذه المقولة، نحن لسنا نتحدث من منطلق طائفي، لأن أكو بالشيعة من هم صهاينة أيضا، كما في السنة صهاينة، كما في المسيحيين صهاينة، ذول الإنجليكيين أو الإنجلينيين، الإنجليين في الولايات المتحدة مسيحيين أكثر صهيونية من اليهود الصهاينة. لا لا، الموضوع مواقف. بس من تيجي تشوف تركيز تحالف بين دول سنية من هذا التسنن الأموي، أكرر حتى لا أحسب على موضوع التحريض الطائفي، لا بالعكس، التسنن المحمدي والتشيع العلوي واحد، ويستهدفون إيران. وفي نفس الوقت هذا الحديث هنا، حتى هذا المقال يتحدث عمن يسميهم بالميليشيات، يقول إذا ضربت إسرائيل الميليشيات في العراق ايش راح تسوي؟ هم يحطهم في خانة إيران. الميليشيات شنو يعني؟ يعني الفصائل الشيعية، يعني العصائب، الكتائب، بدر، قل الحشد الشعبي اللي هو رسمي. إذن أكو عداء جاي، أوجد هذا العداء، بس يريدون يكرسوا هذا العداء سنة أمويين ويهود صهاينة، لأن يعني أكو يهود ضد الصهيونية ضد التشيع العلوي. إيران ومحور المقاومة، ومحور المقاومة عندما أقول يعني التشيع العلوي أيضا هو يندرج على أولئك غير المسلمين، الرفض، المقاومة يعني الرفض. فيا أحبائي، هذا الموضوع يجب أن ننتبه إليه كثيرا. في نفس الوقت التي أمريكا تتوسل بإيران الآن لإبرام اتفاق نووي أو العودة إلى الاتفاق النووي، ومارست ضغوط كثيرة في داخل إيران، حتى عقوبات جديدة فرضتها بزعم والله إيران تقمع مظاهرات العري التي حركتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كما قال القائد الإمام علي خامنئي وأثبتته الأحداث. في نفس الوقت يتحدثون عرب عرب عرب، كان يسميهم آنذاك صدام نفسه والإعلام البعثي بعرب الجنسية، كان يسمون السادات بأبو رغال، بأبي رغال عندما ذهب إلى القدس ووقع بعدين معاهدة كامب ديفيد. هؤلاء العرب، وليس كلهم طبعا، يتحدثون أو يحرضون أو يحركون أو يثيرون الانتباه إلى أن إيران قد تصبح ذات قدرة نووية عسكرية. زين، مو أنت مو تعرف كل زين، وهنا جاي أنت متقول تتحدث عن المخاوف إذا حصلت مثل هذه الحرب أو قامت إسرائيل بضربة للمنشآت النووية الإيرانية. إيران لن تسكت، والشرر والضرر سيعم، صح ولا لا؟ ابقوا معنا. تفجير كابول أو تفجيرات كابول لأنها تكررت، نكسة للنساء الأفغانيات أم حرب على الشيعة هناك؟ لكن تذكروا كيف سقطت أفغانستان وكيف سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بريطانيا على سبيل المثال إلى حركة طالبان. طبعا نقدم العزاء إلى صاحب الأمر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف صاحب الزمان، ونقدم العزاء إلى نوابه بالحق المراجع العظام، خاصة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، والمرجع أيضا الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله تعالى، والمرجع بشير النجفي، وطبعا إلى المرجع في الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، وباقي المراجع، وإلى كل المسلمين في العالم وكل من يمتلك ذرة من الإنسانية.
بهذه الحوادث التي تتكرر هذه الأيام في أفغانستان وتستهدف الشيعة الهزارة الشيعة. ليش التركيز على الشيعة؟ حتى دائما نكون واضحين، نحن لسنا طائفيين أبدا. العمل الإرهابي أو الإرهاب ليس له هوية، هذا بنتهم منه، ويستهدف الإنسانية وبالنتيجة، لكن الضحايا الآن جاي نشوف أكو تركيز على المناطق الشيعية بشكل خاص. ليش؟ هنالك اتهامات للحكومة الأفغانية طالبان من واقع الخلفيات السابقة، يعني خلفية طالبان عندما كانت مع القاعدة، عندما كانت مع القاعدة أكرر، كانت تقوم بمثل هذه الأعمال ضد الشيعة، قامت وقتلت واحدة من مجازرهم المعروفة، قتل 11 صحفي دبلوماسيا وصحفي إيراني معروفين في قنصلية مزار الشريف، وكادت تلك الجريمة أن تؤدي إلى اندلاع حرب بين طالبان مسيطرة في أفغانستان والجمهورية الإسلامية في زمن الرئيس محمد خاتمي. قاموا بالكثير من الجرائم، لكن أنا من واقع معرفتي بحركة طالبان، وقلت لكم سابقا في البدايات عندما تم تسليم أفغانستان إلى حركة طالبان من قبل الولايات المتحدة، من قبل إدارة الرئيس الديمقراطي جدا جو بايدن، قلت لكم أن حركة طالبان من تجي ناقش في أصولها هي حركة غير تكفيرية، هي حركة صوفية. وفعلا بعدما سيطروا على الحكم في أفغانستان لاحظتم مباشرة في مناسبات مثل عاشوراء، مثل محرم هذا اللي هسه اللي مضى واللي قبله، كان هنالك حتى مشاركة من قادة طالبان في مراسم العزاء التي أقامها الشيعة في كابول وفي مدن أخرى، وهذا واضح تعرفونه شفتوه. بس السؤال الذي أثاره الكثيرون في الفترة الأخيرة، هل حركة طالبان متورطة في مثل هذه العمليات؟ يعني هاي العملية الأخيرة بالذات استهدفت بنات فتيات يدرسن في معهد خاص، لأن طالبان أغلقت المدارس الحكومية التي تدرس الفتيات. بس غضت الطرف عن، وهي هم تثير بعض التساؤلات، غضت الطرف عن المعاهد الخاصة. وشفتوا يعني شوفوا هذا هم يبين لك أن شيعة أفغانستان رغم الظروف الاقتصادية السيئة والظروف الأمنية السيئة يحرصون على تعليم بناتهن في معاهد خاصة بفلوس. شوف شون العقلية الجميلة، شون هذا التفكير الرائع لدى شيعة أفغانستان. يجي مهاجم انتحاري، طبعا معهد هو في شباب يدرسون، بنات وفتيات يدرسون، بنات وولد لكن مو مختلط، مفصولين في غرف منفصلة الفصول الدراسية. يجي واحد انتحاري ويدخل عليهم ويفجر نفسه، لك ليش؟ هاي وقلنا لكم في المحور الأول، وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء يفسرون الدين تفسيرا سيئا ليس له أساس من الصحة. ومن هذا الباب نعيد ونكرر، يجب أن تنهض هنالك حركات الآن في مصر. أكو بكل صراحة، أكو في مصر حركة قوية، أكو شباب، أكو مثقفين، أكو رجال يريدون ينشرون هذا التنوير الثقافي والفكري لتطهير التراث، كتب التراث الإسلامي من هذه الأفكار المنحرفة التي تنسب زورا إلى الإسلام. شوف، سكان هذه المنطقة التي تعرضت لهذا العمل الإرهابي صحيح أصيبوا بصدمة كبيرة،
لأنه اعتبروا ما حصل انتكاسة عنيفة لشابات يسعين للحصول على تعليم رغم الصعوبات الموجودة بالفعل. بس ايش قالوا؟ قالوا سنواصل، سنستمر. شوف، راح أعطيك موقف من أسرة واحدة من الفتيات التي استشهدن في هذه العملية الجبانة. هذه البنت اسمها ريحانة، بالغة من العمر 19 عاما. حلمها كانت أرادت أن تصبح طبيبة، وكانت تدرس حتى منتصف الليل في الأسابيع الأخيرة لامتحان الالتحاق بالجامعة. أكو عندهم امتحان قبل أن تلتحق بالجامعة في أفغانستان، وهي فرصة لتطوير للنساء، لتطوير تعليمهن حتى في الوقت الذي يواجهن فيه قيودا متزايدة من حكومة طالبان. هي انجرحت بس بعدين استشهدت، وكانت تحكي قبل لا تستشهد: انتهى استعدادها الدؤوب للدخول للجامعة يوم الجمعة الماضية عندما فجر مهاجم انتحاري عبواته الناسفة خلال امتحان تدريبي. جاي يدربوهم شلون يمتحنون. اكو فصول دراسية يعلمون الطالبات بالامتحان ايش راح يجي، شلون يجي، شنو ايش راح تجاوبون، كيف، حتى من الناحية النفسية هيئوهم في قسم الفتيات بغرفة مزدحمة في معهد كاج التعليمي، وهو مركز تعليمي خاص في العاصمة كابول. قام والد ريحانة وهو صاحب متجر، رجال عنده محل بسيط، بنقلها إلى المستشفى، لكنها لم تنجو. كانت تقول دائما: إذا كانت لديك فرصة فلا يجب أن تفوتها. قال: فرصة عندي، ما لازم أفوتها، أنا جيت حتى أدرس، وعليك أن تبذل قصارى جهدك. وقالت عمتها، حكت عنها في خاطرة، تقول: لكنها لم تكن تعلم أنها ستستشهد. خواتها، أخت عدها، أخت هذه البنت، شنو قالت؟ شوف هذا الموقف. قالت عمة ريحانة إن الأسرة كلها تعهدت، شلون تنتقم؟ شوفوا الانتقام، وجاهدهم به جهادا كبيرا، العلم، بأن يدرس جميع الأطفال بمن فيهم أخت ريحانة للانتقام لموتها. هسه نجي على طالبان. أنا شخصيا أستبعد أن تكون طالبان متورطة، أستبعد، لأن هذا التنظيم الإرهابي الآن عنده مشكلة ويا حتى ويا طالبان. ليش أستبعد؟ لأن طالبان لا تريد الآن أن تظهر للملأ العام أمام الرأي العام العالمي بأنها غير قادرة على حماية سكان أفغانستان، لأن كل ما تظهر أنها قادرة على حماية السكان، وحاولت خلال الفترة الماضية منذ الانسحاب الأمريكي أن تظهر نسخة إيجابية منها، تحاول أن تغطي تلك النسخة السابقة عنها الظلامية، فتريد حتى تقيم علاقات مع دول الجوار بشكل خاص، وبشكل أخص أن هذه أفغانستان، هيحط عليها خط، خطين، 3 4 10، هي مفصل حيوي في مشروع طريق الحرير مع الصين. فإذا من المستفيد من إثارة عدم الاستقرار في أفغانستان؟ مو الدول التي لا تريد لأفغانستان أن تكون جسرا للعبور ولإنجاح مشروع حزام واحد، طريق واحد، اللي هو طريق الحرير، صح ولا لا؟ وهذا يفسر لك عندما انسحبت الولايات المتحدة، ليش أقول تذكروا سقوط أفغانستان في أغسطس 2021، عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان، ماذا قال بايدن؟ قال: لم نتعهد عندما دخلنا أفغانستان، وطبعا عندما أسقطنا العراق أيضا بزعم إسقاط نظام صدام، لم نتعهد بإقامة نظام ديمقراطي
في أفغانستان. شنو يعني هذا؟ فكر بيها.